بناء على اتصال وارد عبر الخط الأخضر 1055، تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بمدروسة مجموعة تيارت من تفكيك شبكة مختصة في سرقة الكوابل النحاسية الخاصة بمشروع خط إنجاز خط سكة الحديدية الرابط بين ولايتي تيارت وسعيدة. من خلال التحقيق تبين بأن عناصر هذه الشبكة الإجرامية محترفي هذا النوع من الإجرام يقومون بقطع الكابل من السكة الحديدية ثم القيام بعملية تذويب الكوابل من أجل استخراج مادة النحاس، ليتم نقل المادة إلى مدينة تيارت باستعمال وسائل نقل مموهة من طرفهم، بعد تجميعها توزع إلى جهات مختلفة لبيعها واقتسام العائدات فيما بينهم. العملية مكنت من توقيف 6 أشخاص واسترجاع كمية تقدر ب10 قناطير من الكوابل النحاسية بقيمة مالية تقدر ب750 مليون سنتيم، مع حز أدوات تستعمل في عملية السرقة ووسيلتي النقل المستعملة في الجريمة. تم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهم قصد تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة. وطنيا نيوز، الواقع من المواقع.